طيب انا عايز اقول حاجه بقى، يعني وانت انت اصلك تتحسب ايه؟ والله ما انا عارف احسبك ايه، رياضي سياسي اجتماعي، يعني انت كل دول انت تتضرب في الخلاط، تطلع فندي كشكول. ما البصرة فندي بيقعد على القهوه يا باشمهندس ويقعد يتكلم تتضرب في الخلاط، تطلع محمد علي خير او البصرة فندي، ده من نعمه ربنا. لكن اتفضل اسالني. يعني دلوقتي احنا خلاص امطار تفصلنا عن المباراه، خلاص بعثة النادي الاهلي هتسافر بكره ان شاء الله، وسوف تتلقفها السفاره طبعا وده شأن سفاراتنا في الخارج دائما، وخصوصا سفيرنا في المغرب. واعتقد ان هيبقى محمل بكثير من النصائح والرسائل. سفير ياسر عثمان سفير ياسر عثمان معانا، هيبقى معانا دلوقتي. هو واحنا لما رحنا قبل كده كان ايهاب عبد الاحد جمال الدين، سفير ايهاب عبد الاحد جمال الدين، ابن الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه. يعني الله يرحم الدكتور عبد الاحد، يعني اللي شفنا على ايديه شويه انتصارات رياضيه، صحيح رحنا كاس العالم 90 كان من سنين طويله ما شفناهاش. دلوقتي السفير يعني الجديد برضو السفير ياسر عثمان، ياسر عثمان عنده نفس الشغف، عنده نفس الاهتمام بالرياضه، عنده نفس الاهتمام بان تكون الرياضه رساله داعمه لدور السفاره وتوفيق بين الشعوب. الخارجيه المصريه الحقيقه بتقوم بدور في الظروف اللي زي كده هايله جدا حضرتك، ما بتتمسش الا في المباريات الكبيره. يعني سافرتم كتير مع بعثات النادي الاهلي وشفتم دور السفارات المصريه في كل الدول الافريقيه وغير الافريقيه اللي تسافرت. أيوة. اعتقد من اول باب الطياره من قبل ده بيجهزه، هو اللي بيحجز لك، هو اللي بيرتب لك، وبتلاقيه قاعد مستنيك على باب الطياره، فبالتالي انت بتقعد يعني انت رايح وشايف ان من ليس من مكملات البعثه بل من افراد البعثه السفاره المصريه. من 2005 و2006 كان سفيرنا هناك السفير هشام بدر، ولم يتركنا لحظه بالمعنى الحرفي. يعني رايحين نركب القطر ليه معانا لحد ما نركب القطر نسافر من بلد لبلد. لم جمعيه الصداقه المصريه اليابانيه وعمل للنادي الاهلي زخم في الشارع الياباني لاكتشف بعد سنتين انه زملكاوي ولكنه لسه اقول ده. خلينا نقول ان ما يقوم به اي سفير مصري بالخارج مع بعثه كان فرحان بالاهلي، هو يفعله مع كل بعثه رياضيه لاي نادي، وكان فرحان بالاهلي، ولما ارتبط يعني حس النادي الاهلي كان فعلا باستجابته وبثقافه ان نكون صوره متحضره. وخلي اليابان كان وشها حلو علينا في كاس العالم طبعا. والله العظيم كانت اول مره ناخد الثالثه. انا دخلت محل من المحلات يعني في اليابان الادوات الرياضيه، الراجل لا مش رياضيه يعني كان بيشتري موبايل بقى لا كنت عايز اشتري حاجه لولي كده تذكار، مشهورين باللؤلؤ. فالراجل سمع اللغه بتاعتي فقال لي انت منين؟ قلت له لا ده انا جاي مع بعثه النادي الاهلي في كاس العالم الانديه. قال لي اوه ابو تريكا، وراح مشاور لي على صوره يعني من كتر جمعيه الصداقه المصريه اليابانيه عملت شغل جامد جدا. عايز اقول لك جمعيه عريقه وكبيره وليها دور في تاريخ العلاقات بين الشعبين. عملوا لنا ريسبشن واستقبال، والسفاره عملت لنا. انت بتقول لي في الاخر اكتشفت ان السفير بعد ما رجعت وخدت كل هذا الاهتمام كان بحب شديد زملكاوية. لا يعني هو شاف فيك النموذج الداعم لدور السفاره. صحيح. اعتقد ان هو ده اللي يتمناه اي سفير. يعني احنا بنعيد يعني النادي الاهلي هو مش يعني هي مش فكره ان انا اهلاوي، انت احد مصادر القوى الناعمه للدوله المصريه وعليك الحفاظ عليها. الرياضه يعني بشكل عام والرياضه بشكل خاص، وانت لما بتمثل وترفع اسم مصر وانت في السنين اللي فاتت وعندك عداء اعلامي كبير يعني شوف هو في مختلف وسائل الاعلام، لما يطلع فريق مصري وبيتصدر الساحات الاعلاميه الدوليه ما ده حاجه جميله للدوله يعني المصرية. هو بيقول لك الفن، هو قال لك الفن فن كان يعني. وكمان بصراحة النادي الأهلي مرتبط في أذهان الجماهير أنه نادي البهجة، يعني صانع سعادة. صانع السعادة. وأنت أنت شايف منصف اليزجي بيقول إيه؟ بيقول أنا أكتر حاجة بحبها في الأهلي التاريخ، وقال حتى أنتوا كبرنامج بتقدموا ثقافة الأهلي التاريخية تربطوها بالحاضر. مرادف لده أيضا أن النادي الأهلي ظل يعني إيه عايز أقول أنه لم ينفلت إعلامه أو لسانه
على مدار سنوات طويلة جدا. طب يعني ممكن في أحلك الظروف كان الأهلي منضبطا من دي